أعمالنا تعرض على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، النبي يقرأها، النبي بمثابة الأب، عندما يقولون للأب أن ابنك فعل كذا، ضرب فلان، جرح فلان، الأب يتأذى. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أبو هذه الأمة، أنا وعلي أبوا هذه الأمة. في الحديث الشريف الصحيح في الكافي: لا تسوء رسول الله. قالوا: وكيف نسوء رسول الله؟ فقال الإمام: ما مضمونه؟ أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه؟ الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، الإمام الحي الحاضر الناظر، عندما نعرفه رقيبا على كل أعمالنا بإذن الله سبحانه، وشاهدا وشهيدا. هذا يختلف عن شخص لا يعتقد بوجود مثل هذه الرقابة.